معي على الهاتف ايضا من الكويت الكاتب الكويتي المعروف السيد محمد صالح السبتي. سيد سبتي مساء الخير. مساء الورد، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني قول لي مشاعر الكويت كده ايه وهم بيشوفوا، يعني طبعا الاحتفالات كانت من بدري لكن النهارده الاعلان الرسمي، كيف تلقيتم ذلك؟ خليني اقول في البدايه انا لا ابارك اولا لمصر ولا لشعبها، بل نبارك لانفسنا قبل ان نبارك للشعب المصري، ثم نبارك للشعب المصري هذه النتائج وهذه الانتخابات التي اجريت وحسمت بها الامر لصالح الامن والاستقرار، لا اقول لصالح شخص معين كسعاده الرئيس السيسي، بل لصالح مصر، لصالح شعبها، لصالح استقرارها وامنها. ان اردت مني ان انقل الاجواء داخل الكويت واظنها في دول الخليج عموما، لعلي اقول ان الخليجيون اليوم يحتفلون كما يحتفل المصريون. إذا كنا نشاهد على شاشات التلفزيون كثير من الساحات والأحياء التي تقيم احتفالات بسبب فوز المشير السيسي وانتهاء هذه الانتخابات التي أجريت بنزاهة وحسم بها الأمر، فإن هذه الاحتفالات يقام مثلها بالكويت. يا ده شيء جميل جدا. هذا الكلام لا أقوله مجاملة لأحد، هذه الحقيقة. ده شيء رائع. مثلا في مجلس يعني عائلتي الكل يبارك للكل، لو ذهبت اليوم الى مجمع تجاري او على مقهى او على مطعم، الكويتيون منذ ان اعلنت النتائج، بل هم كانوا يتقبلون اعلان النتائج الرسميه، يباركون لانفسهم، يباركون لانفسهم. قلت في البدايه نحن نعتقد كما ذكر الاستاذ تركي قبل قليل، نحن نعتقد ان استقرار مصر من استقرارنا، ان امن مصر من امننا، نحن نبارك لانفسنا، نحن نعتقد ان مصر هي خيمة الوطن العربي، المساس بأمن مصر مساس بأمننا، ولذلك كلمة أو خطاب خادم الحرمين الشريفين اليوم كما حضرتك تفضلتي قبل قليل كان واضحا، لأننا نعتقد أن أي خلل في الأمن المصري سوف ينعكس علينا يعني تلقائيا. يعني كان بودي أن أعلق على المؤتمر المانحين الذي يعني دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، وأقول أقولها أولا بكل صراحة وبكل فخر كذلك، نحن لا نمنح لمصر، نحن نساعد أنفسنا بمساعدة مصر. مصر اليوم مجال استثماري كبير جدا، ودول الخليج تملك كذلك فوائد مالية، هو تكامل بين دولتين، بين إقليمين، مصر ودول الخليج العربي. إن كنت حضرتك تفضلت قبل قليل أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وهو سيد الدبلوماسية يعني أشار بإشارة إلى قطر، نحن نقولها بالعلن على قطر أن تكف اليوم شرها عن مصر بعد أن حسم الشعب المصري أمره باختيار من يشاء رئيسا له، ولا نتدخل بالشأن المصري إلا في حالة واحدة، الدعوة للأمن والاستقرار، وأن يديم على الشعب المصري والقيادة المصرية الذهاب إلى طريق الاستقرار والأمن من أجل أمننا واستقرارنا كذلك. بشكرك شكرا جزيلا، يعني الكاتب الصديق، الحقيقة كل كتاب الخليج يعني أصدقاء، ولكن بالذات الكاتب الصديق السيد محمد صالح السبتي.